مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. في هذا الفيديو سأتحدث عن ملف الحساب البريدي CCP للطلبة الناجحين في البكالوريا 2022. لا تنتظروا كثيرا، لأنكم يمكنكم فتح حساب بريدي CCP منذ الآن من أجل ملف المنحة. من الأفضل ديروه دورك خير، لأنه يطول شوية به يوجد، ومن تسجيلات الجامعية يكون واجد إن شاء الله. وملف الحساب البريدي كالآتي: أولا، ملء الاستمارة تقدم من طرف مصلحة البريد. ثانيا، نسخة من طبق الأصلي شهادة النجاح البكالوريا. ثالثا، نسخة من طبق الأصلي لبطاقة التعريف الوطنية. رابعا، بطاقة الإقامة الدخول الجامعي 2022-2023، شرح بالتفصيل فتح حسابات بريدية جارية للمتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا تحسبا للدخول الجامعي 2022-2023. توفر مؤسسة البريد الجزائر على موقعها الرسمي www.post.dz منصة إلكترونية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد، تسمح لهم لتسجيل طلباتهم لفتح حساب بريدي الجاري. تتم هذه العملية عن طريق ملء الطالب للاستمارة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، حيث يقوم بتسجيل معلوماته الشخصية اللازمة لمعالجة طلبات النظام لمعلومات الخاص بالبريد الجزائر دون حاجة للتنقل من المكتب البريدي، وهو الإجراء الذي يسمح بتفعيل عملية فتح الحساب البريدي الجاري CCP وتجويد الطالب في أقرب آجال بوسائل الدفع، دفع السكوك البريدية والبطاقة الذهبية. للتذكير، يجب أن يتضمن فتح ملف البريدي الجاري CCP بالإضافة إلى نماذج المطبوعة، موقع الاستمارة، الوثائق الإدارية التالية: أولا، نسخة واحدة من شهادة نجاح البكالوريا. ثانيا، الأصل زائد نسخة إثبات الهوية الرسمي أو العادي أو البيومتري يحمل الصورة لصاحب الطلب، بطاقة الهوية الوطنية العادية، بطاقة الوطنية البيومترية، رخصة القيادة، جواز السفر البيومتري. ثالثا، إثبات بمقر إقامة صاحب الطلب. يجب على المعنيين الحضور المكتب البريدي بعد تسجيل طلباتهم عبر الإنترنت لإيداع الملف الذي يتكون وثائق المذكورة أعلاه، حيث يتم على مستوى الشباك بالبريدي المصادقة على طلب فتح حساب بريدي الجاري، ويسلم لمودع الطلب الطالب الحاصل على شهادة البكالوريا وصل يسجل عليه ما يلي: رقم مفتاح الحساب البريدي الجاري، اسم صاحب الحساب، عنوان الإقامة المصرح به لإثبات الإقامة Rentrée universitaire 2022-2023. Ouverture compte CCP pour nouveau bachelier. En prévision, rentrée universitaire 2022-2023. Agirez poste, visir d'informer les nouveaux bacheliers. Appli ouvrir un compte au postal CCP. Qui les met à leur disposition
une plateforme positionnant sur le site web www.poste.dz. Pour l'enregistrement de leur demande d'ouverture en ligne, le formulaire mis en ligne sur leur site leur permet d'enregistrer leurs informations nécessaires au traitement des demandes sur le système informatique d'Algérie, Poste sans recourir à la saisie de la demande au guichet du bureau de poste et par voie de conséquence d'activer le processus d'ouverture de compte CCP et de leur délivrer les moyens de paiement, chéquier et carte magnétique Vehebia. Pour rappel, le compte d'ouverture d'un compte CCP doit comporter en plus de formulaires imprimés sur le site web des pièces administratives suivantes: une attestation de réussite au baccalauréat 2022, l'original plus une copie du justificatif d'identité officielle, ordinaire ou biométrique comportant une photo du demandeur, carte nationale d'identité ordinaire, carte nationale d'identité biométrique, permis de conduire, passeport biométrique. 3. Un justificatif de résidence du demandeur. Les intéressés doivent se présenter au bureau du poste après l'enregistrement en ligne pour le dépôt du dossier constitué, les pièces rappelées ci-dessous. La demande d'ouverture validée. Séance tenante au guichet. Une attestation remise au nouveau bachelier sur laquelle sont imprimés le numéro et la clé du compte, l'intitulé du compte, l'adresse de résidence déclarée sur le justificatif de résidence. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي في فيديو لاحق.